اليوم ينظم الفرع الجهوي للمحامين تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ندوة علمية موضوعها جرائم الصهيونية والقانون الدولي الإنساني في خدمة الصهيونية. أثبت أني من خلال هذه الندوة سنتطرق لأربع محاور أساسية: المجازر الصهيونية في غزة سيؤثرها الأستاذ الحنيف الفريدي، لدينا يعني جرائم الإبادة سيؤثرها الأستاذ محمد علي خليفة، محمد علي الهاشمي، ويعني المحاضرة الثالثة سيؤثرها الأستاذ داود يعقوب وهو أستاذ جامعي وفلسطيني مقيم بتونس، موضوعها تقسيم فلسطين والتهجير. والمحاضرة الرابعة يعني يؤثرها الأستاذ عياض بن مسعود أستاذ جامعي، موضوعها يعني الملف الفلسطيني على محك يعني محكمة الجنايات الدولية. أثبت أن هذه الندوة تدخل في إطار يعني التوعية وتجدير الوعي بالقضية الفلسطينية، ونحن في معركة يغيب فيها كل يعني المنظمات الدولية بجميع طيفها، ومجلس الأمن والقانون الدولي يغيب، يغيب السياسيين ويغيب الحقوقيين، وتهرب كل المنظمات وتختفي وتضع رؤوسها في الرمل. أنا نقول علينا أن نتحرك على الأقل كهيئة وطنية، وهو أمر ثبت أن الهيئة الوطنية تحركت في أكثر من مناسبة. فرع الجسين كان سباقا في الوقوف إلى جانب أبنائنا في فلسطين وغزة تحديدا، وهذا أمر واجب علينا كعرب ومسلمين. أنا نقول هذه الندوة هادفة إلى تجذير الوعي لدى السياسيين، من خلالها أن نقول لهم ارفعوا رؤوسكم، إن غزة ترفع تباشير ورايات النصر إن شاء الله، لنقول لهم إن النصر قريب وإن خيار طرد المحتل قائم وممكن، يعني لنقول أيضا للحكام العربي أوقفوا قطار التطبيع لأن التطبيع هو عار علينا جميعا، ونقول لهم هذه الجسور وهذه يعني العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الغاصب عار عليكم أيضا. نقول لهم أيضا أن غزة هي جزء من هذا الكيان، وهي بداية البدايات ونهاية النهايات بالنسبة إلى الأمة، وعلينا أن نرفع رؤوسنا ونعتز بعروبتنا وبإسلامنا وبقدسنا وبفلسطيننا، وإن فلسطين هي أم البدايات، وعلينا والنصر آت والمحتل سيرحل قريبا وعاجلا أم آجلا.